الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا يخفى عليكم هذه القصة المشهورة عن موسى عليه الصلاة والسلام لما خرجوا معه 40,000 مقاتل كانوا يريدون القتال، فانقطع عنهم الماء فطلبوا من موسى أن يدعو الله عز وجل أن يغيثهم. قام يستغيث، قال له الله: هؤلاء القوم الذين معك كانوا 20,000، فيهم رجل يحاربون بالمعاصي من 40 سنة، أخرجوه ينزل المطر. الرجل قال موسى: يعني كيف أخرجه من هذا العدد المهول؟ قال: بلغ ونحن سنقذف في قلبه أنه المقصود. قام موسى ينصح الناس ويذكر الناس، قذف الله في قلب هذا الرجل أنه المقصود، أدخل وجهه في ثوبه لا يراه إلا الله، وقام يناجي ربه: يا رب، يناجي القريب المجيب الرحيم، إن أنا خرجت فضيحة وإن أنا جلست ما جاء المطر، لكن يا رب هذه توبتي بين يديك فاقبل توبتي، يا رب اقبل توبتي. وبكاء صادق وتوبة صادقة، والناس تنتظر سويعات، وإذا بالسحب تجتمع وإذا بالمطر ينزل وإذا بالناس تشرب، فيقوم موسى ويقول: يا رب نزل المطر وما خرج العاصي. فقال: بذنبه منعتم القطر من السماء ولتوبته جاءكم القطر من السماء. فقال: يا رب دلني على هذا الرجل الذي أنقذت الأمة كلها بسببه. قال: يا موسى افهم، اسمع يا أخي، أنا هذا الذي أريد أن أصل إليه. قال: يا موسى سترته وهو يعصيني، أفأفضحه الآن بعد أن تاب إلي؟ يا إخواني يا أخواتي، أحيوا الحياء من الله في القلوب، أحيوا الحياء من الله في القلوب. كم يسترنا الله، كم نخطئ في حق الله، كم نغفل عن الله، وما منع عنا أي نعمة يعطينا إياها الله عز وجل. نعبده بالحب ونعبده بالخوف ونعبده بالرجاء، ولا بد أن نحيي الحياء من الله، نستحي من ربنا يا إخوة. بارك الله فيكم وجعلنا وإياكم موفقين.